كما قلت لكم انه القناع لانه تزاد حتى الزياده ديالو درت واحد لي ديغا واحد الادراكتينا بالنسبه للبناء بحيث ان القناع حتى طرق بشكل مزيود لقينا ديك السوارين زين على لا كلي دو فوت على القوس فبالتالي كان تيشكل عليه واحد المشكل كبير عاد نزلنا السواري يعني كحزناهم باش نزلوا على لي ترانسميسيون هاد الفضاء ديال فوقي كذلك تعطينا واحد المجال مهم جدا ديال ليكسبوزيسيون والقاعات مثل ما كتشوفوا قاعات جميله جدا حتى هاد القاعات كبار مزيانين غنشوفوا واحد المساله اللي ربما تثارت في كثير من المواضيع البيتون ارمي باش نكونوا واضحين هذا الوضوح فهمتين البيتون ارمي ان نولمون انتردي ما ممنوعش في قوانين ديال الترميم سيمون الارتيكل 10 ديال لا شارت دو فينيس ميثاق البندقيه اللي هو تيحدد كيفيه الترميم انما كيعتقد لك تستعمل واحد الحاجه في اطار ما انت في حاجه اليه سواء في فونداسيون يعني في الاساسات او اللي احتاجتي في واحد دي غروند بورتي بحال الحاله اللي كنتواجدوا فيها اليوم بحال دابا هنايا يعني اللي غادي يهزوا هذا الخشب هذا اذا كتخدموا في واحد الشكل اللي هو ادنى مينيموم باش يمكن نعملوا السواري هكذا الخشب هذا الشكل هذا ما كانش يمكن نعملوهم فبالتالي المهندسين داروا هذا الاختيار هذا واللي كتغلفوه بالخشب وتعطي المنطق انه فمن غير هذه المسائل هذه فالبنايه كلها تقليديه وكلها كتستجب لانه شنو المغزى؟ ان البنايه تبقى بالياجور البلدي تبقى بالخشب وهادشي اللي هو تيعطي واحد الاريحيه حتى بالنسبه للطقس وحتى بالنسبه للمناخ حتى بالنسبه لتمرير الحراره هذا هو الاساس ملي كتعمل واحد الاشياء اللي كتضطر انت كتعملها من ناحيه التقنيه وكيجمع عليها الخبراء لا من الميدان الثقافي ولا من الميدان التقني اكسترا فكيكون مسموح بها وما كتوضعش اي مشكل غادي يكونوا دي سيباراسيون ليجير باش ما تكسرش على الجماليه ديال الفضاء واللي ماشي تخصص كما قلنا الصناع التقليديين غير ربما لا احيط الاخوان علما انه سوف العمليه التخصيص سيتعتمد اضافه التحمولات حيث ان كل فضاء عنده تفصيل التحمولات ديالو خاص وتفصيل التحمولات لانه الدوله ما يمكن لها شي تبقى المحلات كتصلحهم كتسكن التدوير ديالهم لان ما يمكنش ان يعني الدوله لا من حيث التأطير لا من حيث الامكانيات فكل فضاء غادي يكون عنده تفصيل التحمولات اللي باش يتهزلوا ماشي كيوقعوا في تفصيل التحمولات كيأسسوا جمعيه ديال التدبير وهذيك جمعيه التدبير اللي كتاخذ العاتق ديالها يعني كل ما يتعلق بالماء بالكهرباء بالاناره بالاصلاح وضمان الاستدامه ديال الفضاء في هذا المجال كذلك يعني اوقات الافتتاح ديال الفضاء اغلاق الفضاء الى اخره حنا بالنسبه للاستغلال غادي يكون دي سيباراسيون اولا جي اتفقنا باش ما نعكسوش الجماليه ديال الفضاء وطبعا غادي نطلقوا انتم كتشوفوا تقريبا البنايه راه في المراحل الاخيره غادي يسي واحد دوما ان شاء الله يسوغ بخيت اي اسوم ولا اون فالونسي هذاك لابيل مانيفيستو دانتيغي حنا والاخوان ديال في اطار اللجنه ولكن مع السيد نظير الاوقاف اللي كيبقى هذا الفضاء ملك ديال نظاره الاوقاف الاخوات هذه مدبغه ضمن ثلاث مضابيع اللي كتوجد في مدينه فاس كاين مدبغه ديال عين الزيتن هي مدبغه صغيره وكاين مدبغه ديال سيدي موسى وكاين مدبغه الشواره هي الكبيره غادي نشوفوها المدبغه هذه كل مدبغه تاريخيا كان عندها تخصص وعلاش كتسمى عين الزيتن لانها كتوجد واحد العين اللي يعني هذه قرون وهي المصدر حيث انه الماء كي كتسمعوا الخريطه ديال المياه دابا الان الماء هو السيف الدباغه ان الماء هو السيف الدباغه وهذه العين هذه يعني هذه المنطقه كلها معروفه بالعيون وخاصه هذه العين ديال عين الزيتون والزيواني اللي متخصصه في هذا المدبغه هو ذاك الجنس ديال العنزي اللي مصبوغ بالصفر اللي كيتصبغ يعني بمواد طبيعيه وكيتصبغ مواد طبيعيه الاحاطه الاخوه باش تحيطوه بعين المال كي كيدير الدباغه كيجي عندنا سوق الجلد كان في باب القيسه وباب القيسه مشى لعين الخوي كل شيء في علمو هذه العمليه هذه لماذا لان باب القيسه كان كيشوه المنضد المدينه والتلوث عين الخوي كيتخذ الجلد كيجي كيتزول له الشعر كيتسمى التكلات
وكيزلو وكيدار في الجيك واحد المده من بعد كيزول كيتحيد كيتسلس كيتشغرج كيتحيد الشحمه اللي فيه باش كيتهيئ الدماغ باش كتكون لابسون يعني كيمتص المواد ديال الدماغ مزيان. من بعد كيدوز الندخاله وكيتشلل وعاد كيتلاح لان جيش جوج الانواع ديال كاين الحفره اللي مستطيله الشواء هذيك هذاك هو المجيك هذيك الشيك وكاينه اللي مدوره هي القصريه هذيك القصريه علاش صلاح هي فين كيكون الدبغ شنو هو الدبغ هو على حسب نوع الجلد كاين الميموزا وكاين التكاوت ميموزا وتكاوت هما مواد طبيعيه كتجي اما من الغيف اما من الصحراء هو لي زيكوس ديال واحد الشك اللي كيتحيدوا وكيطحنوا وكيداروا باش كيدوروا الجلد وهذا الشيء عبر يعني منذ الازل الانسان كيستعمل هذا الشيء ديال غادي الجلد فالدباغه في عين المكان حقيقه ديال العين الزيتون ساهموا في مواقع بالنسبه لاصلاح المضرب حيث ان سنه 2008 عرفت واحد الوضعيه ديال المدبغه يعني واحد التردي وبداو كيطيحوا مخزين كاين واحد جوج مخزين طايحين الشيء اللي جعل انه كل مناسبه كانت تسحقوا فيها لاصلاح المضرب مع الاسف هي ماشي ملك ديال الدوله باش يمكن تدخل فيها الدوله بسهوله حيث هي حبوس ديال الوزان اللي كيعرف ان المنطقه كلها فيها حبوس ديال الوزان ف كانت الدوله برمجات بناء مدبغه في عين النخبي الاخوان حضروا معنا في التوقيع ديال الاتفاقيه اللي الدراسات الان انتهت على مستوى ولايه فاس واللي استقان تلونسات في الجرائد وفي البورتاي ديال المارشي بوبليك هذيك المدبغه اللي تكون فيها غير مرحله الملوثه يعني ازاله الصوف من الجلود باش داك الريحه وداك الوسخ ما يعاودش يدخل للمدينه الجلد منين يجي للمدينه غادي يجي صافي ولا ماشي يبقى غير العمليه اللي هي نباتيه وحده الحمد لله مع البرنامج ديال المآتي التاريخيه اللي كيشرف عليه سيدنا نصر الله تمكنا من برمجه اصلاح المضارب الثلاث يعني واحد الميزانيه ديال 75 مليون ديال الدرهم وهذه يعني وخدات بحيث ان قطاع الصناعه التقليديه حاضيه تقريبا ما ينعز 41% من الغلاف المالي المخصص للمآتي التاريخيه هو يستفد منه قطاع الصناعه التقليديه والحمد لله يعني هذه كتبقى تسجل في التاريخ يعني انه في حقبه معينه في عهد جلاله الملك محمد السادس تتصلح هذه المآتي التاريخيه وبالخصوص المضابيق التاريخيه وحنا كنعرفوا الدبغه وكنعرفوا تاريخ الدبغه لانه لم تكن تسمى بدار الدبغ فيما قبل بل كانت تسمى بدار الدبغ نظرا للمكانه اللي كانت عند صانع الدبغ وحيث انه صانع الدبغ كان من الاعيان ديال المدينه وكان يعني صانع الدبغ كانوا الناس كيتنافسوا باش يتناسبوا مع الدبغ نظرا للاهميه والنخوه اللي كانت وما نتكلموش على انه كانوا حاملين كتاب الله اغلبيه الدبغه وما نتكلموش على انه كان يعني البنيه الجسديه ديالهم كانت متميزه وكان هما اللي كانوا كيحميوا المدينه يعني فيما قبل الساعه اللي كانت اوقات اللي كانت هما اللي كانوا كيحميوا المدينه ثم كانوا دائما يمارسون مجموعه من الرياضات منها المشوشه اللي كيعرفوها والايحات تكون علما ان مجموعه من العلماء خرجوا من الدور الدبغه كانوا يمتهنون حفظ الدبغه وتيمشيو للكراسي العلميه في بعض العصر في القرويين ومع مرور الزمن حتى انهم قراو وحتى انهم اصبحوا علماء وهذا الشيء اللي نتكلم عليه في التاريخ وهنا كتسجل الاهميه ديال الدبغه وهذا المورث اللي خصنا كنا نحافظوا عليه وهذا الاصلاح هو ركيزه الاساسيه للحفاظ على الموروث التاريخي ديالنا المرتبط بالدبغه النباتيه. Продолжение следует...